التغيير. يعني أنا مرة قصيت شعري ما تتوقعين شو التعليقات يعني. لا حرام، يعني بعد ما له داعي أقول لك اللي صار يا ما له داعي، بس إنسان لازم يسوي بلوك ويجتهد ويفكر ويركز. كثر ما تركزين وما تهتمين شنو قاعد يصير حوالينك، كثر ما أنت من داخلك ما تحسين أن أنت محتاجة أن يعني راح تهتزين من هالكلام ولا من هال